مطعم الساحة اللبناني في الكويت. والله حلو شكله الديكور أقصد يعني. هذا قسم من المطعم، ديكور طبعا معمول على الطراز اللبناني. هذا مطعم الساحة اللبناني، أنا حقيقة أول مرة أجي، بس الديكور وجو بارد بارد يا روعة بصراحة، عجبني. بس أهم شي الأكل، الحين الأكل هو المقياس. خلونا نشوف الحين، اول ناكل ومن ثم نحكم وسنعطيكم رأي. طبعا هذه الكنافه شوف شلون حمراء، تعال الظهر هنا الساعه واحدة ثنتين في الكويت، حر لهيب. واو، اجلس في مطعم الساحة في الكويت بنيد القار، بجرب الأكل وبعطيكم خبر. الشيء الحلو يجيب لك اياه وتحت، واو جمر يعني عشان يكون حار. يا سلام، خلونا نشوف، خلونا نشوف انه التعذيب. اسيت عدل، شوف تفضلوا تفضلوا تفضلوا.
هذا الدور الثاني. مرحبا، كيفك؟ هذا الدور الثاني، المقهى الدور الثاني ترى. ها نفس الشيء. السلام. هلا حبيب قلبي. احنا الحين في الدور الثاني في قسم المقهى، مقهى المقهى فوق والأكل تحت في مطعم الساحة. استمتعنا في المطعم اللي هو مطعم الساحة في الكويت في بنيد القار، برا حر وداخل براد، واللي يجي يقعد له ساعتين ثلاث ساعات يكيف ويشرب شيشة.